ايه الاخبار يا بطل؟ عامل دلوقتي يا مجدي؟ تمام يا محمد، نجلاء فين؟ هتشوفها دلوقتي، هي بس راح تعمل حاجه مهمه جدا وهتيجي. بص يا مجدي، انت دكتور وفاهم، عايزك يبقى عندك ثقه كبيره في ربنا وان هو هيبقى معاك، وانا مش محتاج اقول لك ان العمليه مش صعبه. انا مش قلقان يا محمد، انا بسألك سؤال محدد، نجلاء فين؟ قلت لك هتشوفها. حاضر، والله هتشوفها. قوم قوم يا مجدي. نجلاء فين يا محمد؟ والله هتشوف، والله ما هتعمل العملية غير لما تشوف. ما تقلقش يا مجد، قلت لك هي جاية على طول دلوقتي. نجلاء؟ نجلاء. لا لا، وايه اللي لا؟ انا مستحيل اعمل فيكي كده، انت كدبت عليا وانت كمان كدبت عليا. انا مش هاخد حته من جسمك عشان اعيش فيها وانت تموتي. بس انا راضيه. انا بقى مش راضي، انا خلاص، انا مش عايز اعيش في الدنيا دي تاني. انا خدت كل اللي انا عايزه من الدنيا، خلاص. بس انا لسه ما خدتش من الدنيا اللي انا عايزاه. عارف ايه هو؟ انت. انا عايزه اعيش معاك حياتي كلها، عايز اعيش معاك عمري كله. انت ليه اناني؟ انا مش اناني، انا بقى اناني لو خدت حته من جسمك عشان اعيش فيها. لا، هتكون اناني لو سبتني انا اعيش لوحدي. تعالى. انت ليه مش شايف الحقيقه؟ ليه مش شايف ان القصه تكمل لازم كل واحد يكون فيه جوانا حاجه من التاني؟ خايف عليك. تخاف عليا لما تسيبني لوحدي؟ انما وانت جنبي انا مش خايف. وانت ايه ذنبك؟ ذنبي ان انا بحبك. مش هقدر يا ابني، مش هقدر. تخيل مشيت ورفضت تعمل عمليه، هتفضل مستحمل امتى يا مجدي؟ دي مشكلتي انا، مش مشكلتك انت. مشكلتي انا كمان، مشكلتي عشان لو انت حصل لك اي حاجة انا هبقى لوحدي زي ما كنت لوحدي قبل كده. انا كنت بقعد في الأوضة كل يوم ببقى قافلة على نفسي الباب، كنت ببقى خايفة اي حد يشوفني، كنت ببقى خايفة اي حد يحس بيا. كنت بنزل الجامعة والمدرسة قلقانة ومرعوبة من بصات الناس ومن بصات صحابي، كنت ببصات كلها خوف وشفقة. كانت في ناس فاكرة إن أنا ملبوسة. تخيل، في ناس فاكرة إن أنا ملبوسة يا مجد. هي دي الحقيقة. خلينا نعمل اللي محدش شافه قبل كده، خلينا نموذج للناس اللي بتحلم بالحب. أنا عايزاك جنبي. من الآخر، أنا مش هسيبك. وانت لو مت يا مجدي انا هموت نفسي بعديك. قبل ما نديك حتة مني تديتني الدنيا كلها. هنعمل عملية؟ هذا بالعبد.
اهدى يا مجدي، اهدى، بتعمل ايه بس؟ اهدى. نجلاء فين يا محمد؟ نجلاء زي الفل وفي اوضتها والله. اهدى. ما عايز اشوفها. حاضر، شد حيلك انت وهتروح تشوفها بنفسك. طيب عايز اسمع صوتها. حاضر، هخليك تسمع صوتها. حاضر. ايه يا نجلاء؟ ايه الاخبار؟ مجدي عامل ايه؟ مجدي زي الفل. بجد؟ وده كلام في هزار؟ الحمد لله. بس انا عايزك بقى تعملي مكالمه مهمه جدا دلوقتي. لمين؟ لمجدي، لان لو ما سمعش صوتك هيجري ويجي على هنا، وانت عارف العمليه ما تستحملش. الو؟ سمعت صوتك كنت هقوم واجيلي حتى لو كان فيها حياتي. انا كويس الحمد لله، ما تقلقش. طب انا عايز اشوفك. صدقني وانا اكتر. لا انا اسف. على ايه بس؟ انا ما كنتش لازم اوافق على موضوع العمليه ده. انا حاسس ان انا السبب في كل ده. سامحيني. ما بتردش، وبعت لك الواد ابن البقال ما فتحتلهوش، قلت اطلع اشوف فيك ايه. انت كويس؟ الحمد لله انا كويس. ما بتنزلش شغلك ليه؟ انا بعت اخد اجازه بدون مرتب، وبيني وبينك انا بفكر اسوي معاش. اشتغل ليه؟ انا خدت ايه اصلا من الشغل؟ ايه اللي خدت ايه من الشغل؟ انت تفضل تشتغل كده لغايه ما تفيص، وبعدين الواحد ملوش قيمه من غير شغله. ينزل الشغل، يرجع من الشغل، يشوف ناس، يعافر معاهم، تعافر معاهم، يعافروا معاك. ايه؟ قلتها غلط؟ لا، بس انا عافر ليه وعشان مين؟ خلاص كفايه قوي لحد كده. انا قررت اعيش اليومين اللي فاضلين دول مع نفسي وبس. يعني ايه؟ انا مش فاهمه، يعني ايه مع نفسك وبس؟ بقول لك ايه يا ست جمالات، الله ينور طريقك. انا مش طايق نفسي اصلا. ومين سامعك يا اخويا؟ مين طايق نفسه؟ الدنيا عماله تشيل وتحط فينا. بس برضه لازم الواحد كده يشم هوا، يشوف ناس، يقعد مع ناس. بقول لك ايه؟ ما تروح تقعد مع عبد الله، هو مش صاحبك. انا ماليش صحاب ومش عايز اعرف حد، وسيبيني بقى، سيبيني. ايه؟ في ايه؟ انا غلطانه؟ انا قلت الجار للجار اجي اسال عليك، تقفل فيا كده. بقول لك يا ست الجمالات، انا مش عايز حد يسال عليا، ايه رايك بقى؟ وبعدين اشمعنى دلوقتي؟ أنا طول عمري عايش لوحدي ومحدش بيسأل عليا. إيه؟ فرقت دلوقتي ها؟ بقول لك إيه؟ أنا تعبان ومش طايق نفسي وعايز أنام، يلا يلا. إيه اللي يلا يلا؟ أنت بتطردني؟ لا بطردك ولا بتطيل. أنا غلطانة، قلبي الطيب ده يستاهل ضرب الجزم، خليك كده. أنا مش عايز أشوف حد. مش عايز أشوف حد. مش عايز أعرف حد. لأني لما بشوف حد بتعب. بحس إن عمري راح. بحس إني ولا حاجة. يا ناس انا مش عايز اسمع كلام من حد. سيبوني في حالي بقى، سيبوني في حالي. اشتغل ليه؟ انزل من هنا اصلا ليه؟ اسال عن الناس ليه؟ الناس تسال عليا ليه؟ يسالوا عليا ليه؟